إذن مشاهدي محمد يا بريس، السلام عليكم في هذا البث المباشر دي من برنامج صوت الساكنة اللي كينقل لكم الأخبار ديال مدينة المحمدية والمشاكل ديال مدينة المحمدية. أحيانا كنكونوا وحدنا كإعلاميين، وأحيانا أخرى كيكونوا معنا حقوقيين كما كتشوفوا بصورة، وأحيانا أخرى أيضا كيكونوا معنا جمعويين بمدينة المحمدية. كنا كنديروا يد على يد من أجل مدينة المحمدية وتنمية لمدينة المحمدية. الموضوع ديالنا وهو الممر تحت الأرضي اللي هو مغلق لأزيد من 3 سنوات بمدينة المحمدية، ومعنا الحقوقي السي الوزاع من جديد الصفة كاملة للمشاهدين خارج مدينة المحمدية باش يتعرفوا عليكم. سماكم نبيل وزاع، الرئيس الإقليمي المنظمة الوطنية لحقوق إنسان محاربة الفساد بعامة المحمدية. الآن كنتواجدوا بشارع الحسن الثاني بمدينة المحمدية، وأيضا تقاطع محمد الخامس بطبيعة الحال. السي خالد، نعم، سبب الزيارة ديالنا هو الممر الأرضي للمدة ديال 3 سنوات وما هاد الناس حابسينو، وكاينة معاناة ديال الساكنة ديال عمالة المحمدية، نعم، واللي غادي نوثقوها الآن. نعم، إذا بين ما نضموا مزيد من المشاهدين ديالنا واللي كنحييهم دائما داخل مدينة المحمدية وخارج مدينة المحمدية، كنتمنوا بطبيعة الحال يبارطاجيو هاد المباشر باش ماشي غير يشوفوا الساكنه ديال المحمديه، وانما يشوفوا جميع المسؤولين بعماله المحمديه وايضا على صعيد جهه الدار البيضاء، نظرا لاهميه هذا الباساج هذا اللي كيهم السي الوزاع، ماشي غير فقط الساكنه ديال مدينه المحمديه وايضا حتى الساكنه اللي خارج مدينه المحمديه، الناس ديال سيدي موسى المجدوب، سيدي موسى بن علي اللي كيبغيو يتنقلوا المحطه الطرقيه من القصبه باش ياخذوا التاكسيات للجماعات ديالهم. اذا غادي ندوروا الان، ايوا باش نوثقوا ندوروا الان الباساج. تفضل معنا السي ايوب. تفضل السي خالد باش ما نطولوش على المتبعين. نعم، شوفوا الاستهتار ديال المسؤولين ديال الساكنة ديال المسؤولين بمدينة المحمدية. لحقاش السي خالد بكل صراحة. تفضل الأخ، تفضل قم معنا في هذا البث المباشر. حارمين الساكنة ديال عمالة المحمدية، الساكنة ديال القصبة اللي غادي تلتجأ للعالية، حارمينها حيت هاد المسؤولين اللي في العمالة ديال المحمدية، المسؤولين في الجماعة ولا شكون هاد المسؤول اللي غلق، شكون بغينا غير نعرفوا شكون هو هاد المسؤول، هاد المسؤول اللي جا وسد عنده هاد الجرأة، بغينا نعرفوا هاد المسؤول اللي عنده الجرأة. 3 سنوات ما كيدوش من هنا. هنا دابا ما كنتكلموش على شهر ولا شهرين، يعني الروتار ديال سي خالد، سي خالد الاستهتار ديال المسؤولين. نعم، بغينا نعرفوا شكون هو هاد المسؤول ويخرج لينا بالتصريح. انا اللي سديته هاد الممر حيت هو ما كيدوش بالسيارة ديالو. نعم، المواطن المساكن اللي ما عندوش حتى فلوس الطاكسي اش كيدير؟ كيتمشي من هنايا ياك وكيتم غادي. لا بافيت مالنا شنو، راه عندنا مسافة الأمان. نعم، لا عندنا مسافة الأمان. تفضل سي خالد. نعم، اليوم بكل صراحة كاين استهتار من طرف بعض المسؤولين. حنا بغينا هاد المسؤول يخرج لنا بعض التصريح يقول لك أنا المسؤول اللي سديت هاد الممر. وعلاش وهكا؟ السبب السبب ما عندوش باش يجاوبك سي خالد. بحال ما كايناش أسباب ما عندوش، كاين الناس ديال العالية. نعم، مساكن كاينين الناس كبار ما عندوش فلوس الطاكسي أش كيديروا؟ كيتموا جايين باش غادي يجوا القصبة كيدوزوا، وفي الآخر كنلقى واحد الاستهتار. شو السي خالد، شوف شوف نقربوا شو السي خالد، هز الكاميرا على قبل الكاميرا باش ما تفضل تفضل الكاميرا شوف تفضل سير نردي شو الاستهتار. شوف إذا غادي نشوفوا معكم الباساج. هانتوما كما كتشوفوا للأسف الشديد ملي كنشوفوا هذا المشهد هذا بمدينة المحمدية، باساج مهم. هادي رأيي السي خالد. 3 سنوات هادي رأيي أنا في حق الساكنة ديال عمالة المحمدية. نعم، هادي إهانة، ويتحملوا المسؤولية ديالهم. يتحملوا المسؤولية ديالهم باش يخليوا هذا مغلق بحال بهالطريقة. شنو هي هادي؟ إهانة في حق الساكنة ديال المحمدية. بركة من الاستهتار، بركة اللي ما بقاش المسؤول يقدم الاستقالة ديالو. بركة، حنا كمنظمة حقوقية كندافع على الساكنة، كذاك المنبر الإعلامي ديال محمد بريس، وكرفع القبعة سي خالد. لا دواجه. وشوف ما غاديش نجاملك سي خالد، سي خالد حنا متبعين جميع الخطوات ديالك. عندك غير على مدينة المحمدية عندك محطات 2 الليل 3 الليل 12 الليل كتخرج
على العموم. ولكن شوف باش ما باش نكون معك صريح، تبارك الله عليك، وراه التاريخ كيسجل، وهاد المسؤولين غيتحملوا المسؤوليه ديالهم. لا دابا الغريب في الامر هو انه لا في عهد المجلس ديال عنتره او لا المجلس ديال صابر او لا المجلس ديال زبيده توفيق، كلهم يعني بغيناهم يديروا غير واحد زياره تواصليه لهاد المشاريع المتوقفه او للمشاريع اللي كانت بطبيعه الحال وقع عليها هذا المشكل هذا. يجي بغينا المجلس البلدي ينوطيو فين كاين المشكل، يتواصلوا مع المكتب الوطني للسكك الحديديه ويوضحوا لنا، ولكن حنا ما عرفناش علاش ما كيبغيوش يخرجوا ويوضحوا. علاش ما عرفتش فين كاين المشكل عندهم. سي خالد حنا ما كنطبلو حتى شي واحد بطبيعه الحال، شوف ما نطبلو حتى شي واحد وما نخافو من حتى شي واحد. عندنا صفه حقوقيه ديالنا نغوتو بطريقه حقوقيه. حنا ما كنسبو حتى شي واحد، عندنا مطالب ديال الساكنه هذه رأيي أنا في حق الساكنة ديال العمالة المحمدية. مطالب بسيطة راه اللي كان يقولوا ما مر كان راه كان وخاصو يتفتح، راه مطالب جد بسيطة جدا. هذا المسؤول اللي عنده هذه الجرأة واللي خدا هذا القرار في حق هذه الساكنة واللي حرمها من هذا الممر الأرضي يخرج بالتصريح، انا هو المسؤول. كيف ما انا اللي خديت هذا القرار، كيف ما غادي نقاطعك هنا، كيف ما الروبورتاج اللي درنا تقريبا هذه 15 يوم في القنطره ديال سيدي عباد، ومسؤول رفيع المستوى كان في البداية رفيع المستوى ما بغاش يذكر الاسم ديالو، ولكن دازت وشرح لنا ها فين كاين المشكل، والقنطره ديال سيدي عباد ان شاء الله في بدايه ابريل ان شاء الله غتبدا فيها الاشغال. اذا كنحيوا المسؤولين اللي كيخرجوا للعلن وكيوضحوا. شوف خرج، شوف تجاوبتي مع الساكنه مع المطالب ديال الساكنه غنصفق لك. نعم. ما جاوبتيش غنفضحك وما يخلعوناش. راه ما يخلعوش السي خالد، واش عندك شوف ما يخلعوناش. نعم. المسؤول اللي غادي يخرج يخدم غادي نصفقوا ليه، والمسؤول اللي ما غاديش يخرج غادي نفتحوه، وعندنا بقوه القانون ماشي غادي نفتحوا، غادي نفتحوه بالطريقه بالاستنكارات ديالنا بالمراسلات ديالنا. نعم. اخدمتي نصفقوا ليه. نعم. وما كنطبلوا حتى شي واحد السي خالد. نعم. اليوم هذه راه بصمه عار في حق الساكنه. هذه بصمه عار في حق الساكنه، ممر ارضي الرابط ما بين شارع حسن الثاني اللي غادي الناس في قصبه غادي في اتجاه ديال العاليه وتسدوه بحال هذه الطريقه. لا سي خالد، سي خالد عندي اليقين هذا المسؤول اللي خد هذا القرار والله ما كيدوز من هنا بطبيعه الحال. لا بطبيعه الحال ما غاديش يحس بالمعاناه ديال الساكنه، ما غاديش يحس بها. ما حيوش عارفوا قاعد الممر واش كاين. لا لا عارفوا، لا لا عارفوا سي خالد، عارفوا. وكما كتعرف كاين واحد الضغط كبير على الباساج الاخر ديال المستشفى مولاي عبد الله ايضا. فهمتيني، واللي خاصه حتى هو العنايه، خاصه الاهتمام. لانه الاناره فيه راه ضئيله جدا وهناك اوساخ. كنتمناو المجلس البلدي، كنتمناو المستشارين. شوف نعم ديري الشوك هنايا. شكرا. ديري لي الشوك. سجل اولدي، سجل هذا حقيقه، هذه سجل اولدي. شوف ما عرفناش علاش زعما دايرين الشوك ودايرين هذا. ما عرفناش هذه زعما هي ربما رساله للساكن. لا شوف يحلوا ويديروا كاميرات المراقبه. لا شوف هو المقترح. نعم المقترح. شوف هو المقترح، هو المقترح صراحه. الساكنه ديال المحمديه راه كتعرفها ان هذا الممر هذا قبل يعني في السبعينات على ما اعتقد قالوا لنا بلي هذه راه كانت طريق كدوز من كجي من شارع محمد الخامس حتى المحطه الطرقيه. كنتمناو حنا المقترح ديالنا كاع مستقبلا شي مجلس اللي يكون سيدي مولاي هو ان هذا الباساج يحيدوا الباساج ويديروا واحد الطريق باش يخفف الطريق على على المطاحين، لان هذاك الطريق كما كتعرف واحد كما كتعرف ضيقه. اش رايك في هذا المقترح هذا؟ لا شوف اول حاجه اي مطالب ديال الساكنه، المطالب لا تنتهي، المطالب لا تنتهي، مطالب بسيطه، مطالب بسيطه. حنا اي محطه نضاليه غادي نمشيو نسجلوها. هما موجودين باش ينفذوا المطالب. غير واحد القضيه، راه هذا تقليد ديال الساكنه ما كيربطوا بينا التيسان. نعم. راه اي محطه نضاليه الساكنه غتصل بينا غادي نمشيو نسجلوها. شحال عدد الرسائل اللي كيوصلوكم بخصوص هذا؟ بخصوص مختلف. شوف راه الشكايات اللي كتلقى المكتب الاقليمي ديال المنظمه راه على صعيد عماله المحمديه. على تفضل. نعم. تفضل السي خالد. لا تفضل كمل هذه النقطه لان كاين اليوم كمنظمه كنتلقاو الشكايات على صعيد عماله المحمديه. نعم. راه اليوم كتعرف عندنا المحمديه، عندنا جماعه بني خلف سيدي موسى مجدوب، سيدي موسى بن علي، الشلالات، عين حروده، راه صعيد عماله المحمدية. ولكن اليوم بكل صراحة سي خالد راني شفت ستة الجماعات، ولكن ما شفتش بحال الجماعة ديال مدينة المحمدية. كاين مطالب بسيطة كيتموا استهتار بالساكنة. ملي كتقول لهم شارع ماشي غير غادي يعني تعبدوا وتقادوا. الموضوع ديالنا هو على العموم موضوع آخر. اليوم غنزل واحد البيان استنكاري. على العموم موضوع آخر باش نوضحوا للساكنة ديال المحمدية والمسؤولين ديال المدينة المحمدية خاصة مكتب حفظ الصحة. حنا الآن وحنا كنتكلموا شنو ولا هلكاتنا. بغينا نعرفوا الأدوية.
بغينا نعرفوا لان هذا المكان هذا ما نكذبش عليك لان هذه المناطق كامله بغينا نعرفوا الادويه اللي من المفروض يرشوها درشني ولا هنا قتلت ناس غالي لان من المفروض يرشوا الادويه ما عرفناش هاد المكتب ديال الصحه اشنو هو الدور والله الا كارثه الله وامام بزاف كارثه سي خالد الله يجعل شوف التقليد ديال الساكنه علينا سي خالد التقليد ديال الساكنه هز لي التقليد ديال الساكنه علينا سي خالد الصوت ديال المواطن يوصل نعم وما يخلعوناش وما يربعوناش راه عندنا كنتكلموا بقوه القانون نعم المسؤول اللي غادي يخدم غادي نصفقوا ليه والمسؤول ما يديرش غادي نفتحوه بقوه القانون مطالب نعم. بسيطة كتعيش فيها الساكنة ديال المحمدية وكيتم الإهمال ديالها. نعم. كنعيش ست الجماعات عندي ترابية. كنمشيو من الحدود من جي الطيانة للصابليط لسيدي موسى بن علي. نعم. في الأخر شوف المشاكل كاملة كاينة في مدينة المحمدية. إذا كنتمناو المجلس البلدي يكون مجلس سيدي مولاي كما كيقولوا كيف ما قالوا هما جاوا من أجل التغيير ومن أجل يعني إعطاء واحد الطفرة لمدينة المحمدية في التنمية خلال هاد الستة أشهر المتبقية دابا هاد الستة أشهر مشات منها واحد شهرين بقات واحد ربع أشهر واش كتنتظر أنه يعني في هاد ربع أشهر غادي تحقق شي حاجة أنا صراحة وليت متشائم صراحة حنا ما غاديش نحملوا هاد المسؤولية ديال هاد المجلس هاد المجلس جا باش يعتق واحد الموقف ولكن كيبدل واحد المجهودات ولكن زيدوا بدلوا مجهودات راه هذا الممر هذا انا غير نقاطعك في هذه قلتي كيبدلوا مجهودات انا شخصيا راه ما كيبانش ليا هذه المجهودات وراه قلتها في البرنامج والبارح قلت بغينا هذا المجلس البلدي ولا هذا الرئيس ولا هذا الاعضاء مني كيجيو للجماعه مع التسعودونس ديال الصباح ولا التسعود حتى العشيه يعطينا شنو هي اول الملفات اللي بداو بها وشنو هي اخر الملفات اللي بداو بها راه بغينا توضيحات هناك صفحه في الفيسبوك ديال جماعه المحمديه خاويه ما فيها حتى شي حاجه فقط التعاليق ديال المواطنين راه اللي كيتكلموا فيها على الحفار كيتكلموا فيها على بزاف المشاكل رغم ان عدد كبير من هذه التعاليق كيتم الحد ديالها من طرف الجماعه ولكن هي تعاليق دائما كتقد زاد سي خالد هذا المسؤول اللي سد هذا الممر ها ملي كيدوز ها الشارع ملي كيدوز شوف الشارع ملي كيدوز نعم. ما غاديش يحس بك يا مواطن هذا المسؤول ما غاديش يحس بك راه ما غادي راه شوف نقدروا نحسوا بيناتنا نعم ولكن هذا المسؤول ما كيحاش حيت ما كيدوش ولادو ما كيدوزوش عائلته ما كيدوزوش هو اللي كيدوز من هنايا نعم ها السيارات ديالهم كيدوزوا بقات عليكم بصمه عار الا بقى هذا الممر سادين وبقات بصمه عار نعم. على هذا المسؤول وكنتمنى هذا المسؤول اللي عنده هذه الجرأه اللي سد هذا الممر يخرج بواحد التصريح يخرج بواحد التصريح بانه هو اللي سد هذا الممر لمدة ثلاثة سنوات اللهم إنا هذا منكر حنا دابا في بث مباشر حنا دابا في بث مباشر أنتم تشوفوا المشاكل ديال المواطن ما كتنتهيش رغم أننا في بث مباشر سمع شنو المشكلة عندك أسيدي لا بلاتي خليك معانا بلاتي أشنو المشكلة عندك أسيدي قبل من السبعة الصباح والضو مقطوع حتى الآن وما كاين حتى شي تدخلات والو الناس لا سيستا الضو مقطوع من السبعة ديال الصباح حنا دابا تقريبا حنا حدا ليديك لا سيستا الضو مقطوع من السبعة ديال الصباح أييه من السبعة ديال الصباح الآن ما تلاقوش صافي حنايا غادي نمشيو دابا وغادي نمشيو لعين المكان غادي نشوفو لا بلا تشوف عطيني العنوان ديالو عطيني العنوان ديالو زعما ساعتين وبلا معلومين ما والو ساعه ما معلومين المواطنين ما معلومين ما والو هذه القضيه كنا كنقولوا دائما لشركه ليديك انهم يعطيونا بلاغ ديال التوضيحات حنا غادي نجيو اسيدي حنا غادي نجيو دابا ونشوفو هذه القضيه نتعرفو عليها عطينا العنوان ربطتي سالم لا سيستم معروف لا سيستم معروف اذا هانتوما كما كتشوفوا المشاكل ديال المواطنين واش المسؤولين ناعسين وحنايا ما غاديش نقولوا في الصداع هذه مسؤوليه ديالنا حتى حنا ايضا الشكايات ولكن حنا كنا كنتمناو هاد المكالمه اللي اتصل بها هاد المواطن راه كاينه في الورقه ديال الضو المو واحد الرقم الهاتفي اللي كيتصلوا به اللي ديك وكيجيو يحلوا المشكل ولكن هذاك الرقم ما كيكونش خدام غالبيه الاوقات ما كيكونش خدام كنتمناو من شركه اللي ديك انها تتفاعل مع المواطنين وايضا مع الصحافه من خلال البلاغات ديال القطاع ديال الضو كيقول لك في لاسيستار ما تعلموا ما والو من 7 ديال الصباح الضو مقطوع الى حد الان والساكن مقطوع على الضو راه اللهم ان هذا منكر تفضل عندك شيء خالد باش ما نكونش انت عندك مشاهدات مع ديك فرقه عينا ما غوتنا شوف عينا ما غوتنا عينا ما استنكرنا عينا بغيناهم غير يفيقوا عينا ما استنكرنا عينا ما غوتنا نعم وما بغاش يفيقوا وحنا كنستنكروا وما عاد كيزيدوا نعسوا نعم للاسف اذا كنتوا معنا في بث مباشر ضمن برنامج صوت الساكنه حول الممر الارضي اللي كنطالبوا من جديد باش ان الجماعه تدخل بالفتح ديالو عاجلا اذا بعد قليل غادي نكونوا ان شاء الله في لاسيستا باش نشوفوا هذه الاشكاليه ديال هذا المواطن علاش الضو باقي مقطوع الان الى اللقاء
مشاو